من سحر أوروبا الخاص وتحضرها، جاءت إليسيا يانكون لأرض الحضارات ومهدها، ومن قلب الجزيرة حيث براح النيل المفتوح التقت بالأهل، والذي كان بمثابة بوابة الالتقاء والاندماج مع المجتمع المصري، لتتطور حالة العشق من عشق الأهل لحاضنة الأهل المجتمعية مصر. وعلى سحر إيقاع أهلاوي أنا والفخر لي، باتت إليسيا يانكون أهلاوية بامتياز ذات طبع مصري خالص، لتحظى بشعبية كبيرة بين جماهير الأهلي التي اعتادت التواجد معهم في كل المباريات ومن قلب المدرجات. إليسيا خلال السنوات الماضية حرصت على تعلم اللغة العربية بلكنتها المصرية المميزة، وصالت وجالت في دروب وحواري المحروسة لتصبح أهلاوية بامتياز. وعلى مر السنين ارتبط بمصر ملايين الأوروبيين لما تحتويه من سحر خاص وطابع حضاري متميز مبني على التنوع واحترام الاختلاف والترحاب الشديد لمن يقدر ويحترم تراب المحروسة. لتختار إليسيا استمرار حالة الشغف بمصر والأهلي بالارتباط برجل الأعمال المصري الأهلوي علي عثمان، والذي كان حب الأهلي القاسم المشترك في تكوين العلاقة بينهما والالتقاء بعدما أعلنت خطوبتها منه عقب نهائي كأس السوبر بأبوظبي. إليسيا يانكون أهلوية بامتياز، خطفت القلوب وعشقت الفانيلة الحمراء. I'm